يا جوهر، من أين لك كل هذا؟ في الليلة الكبيرة يظهر جوهر، في الأمسية الجميلة يظهر جوهر. أي ظهور يا رجل، أي تقنيس يا رجل. محسن يضرب، محسن يرجع، يعود إلى أيام الجميلة، إلى أيام الرائعة.
فاز بفريق الشباب وخطا في مكان خطير، في مكان خطير على مرمى الاهلي، على مرمى الشباب. هنا نتابع محسن على التنفيذ، محسن جوهر، محسن جوهر يلعب كره، جول جول محسن، محسن جوهر سواها وسجل في المباراة الماضية، يسويها الآن ويسجل هدف هدف أول لمصلحة. عليه والله فيها ذكاء كبير جدا كان سعيد عبيد، ذكاء كبير جدا من جانب سعيد عبيد. حار الى هدفه الثالث في هذه المباراه الشاهد، ونتابع الان مع ركله الجزاء لصالح صحار. الان الهدف الثاني والتعادل، الهدف الثاني we
ولكن هذه المرة بجانب القاهو بجانب حاج. تضبط حائط الصد في فريق الشباب وخطأ في مكان خطير في مكان خطير على مرمى الأهلي على مرمى الشباب. ونتابع محسن على التمرير محسن جوهر محسن جوهر يلعب كرة جول محسن محسن جوهر سواها وسجل في المباراة الماضية يسويها الآن ويسجل هدف لا هدف أول لمصلحة منتخبنا الوطني محاولة خطيرة الآن المحاولة للأحمر مستمرة تبدو أخطر الآن علي البوسعيدي عرضية خطيرة هدف أول جميل يأتي الآن لمصلحة منتخبنا الوطني بقدم محسن جوهر اللقطة الأروع في شوط المباراة الأول محسن جوهر يسجل هدف التقدم في هذه اللحظة لكن هدف جميل هدف رائع يأتي بأقدام محسن جوهر بعد عرضية من علي البوسعيدي يسجل الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطن. نعم اللقطة الأروع في شوط المباراة الأول لاحظ الكرة من علي البوسعيدي إلى محسن ممتازة من محسن جوهر يسجل هدف بطريقة جميلة ويعطي منتخبنا التقدم بصعوبة بالغة في شوط المباراة الأول هدف دون مقابل هدف دون مقابل تهدف وسكنت شباك منتخب أفغانستان هدف دون مقابل لمصلحة منتخبنا الوطني